بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، السيد دكتور بنديكت أوراما رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، أصحاب السعادة والوزراء ومحافظي البنوك المركزية والحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني أن أرحب بسيادتكم في هذا الحدث الهام المتمثل في افتتاح فعاليات الاجتماعات السنوية 29 لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي لعام 2022، وتحت عنوان تفعيل إمكانات اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية في مرحلة ما بعد كوفيد-19 من خلال الاستفادة من طاقة الشباب، والتي ينظمها البنك المركزي المصري بناء على تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالإعداد والتنظيم لها، وذلك على ضوء الأهمية التي توليها الدولة المصرية للعمل الإفريقي المشترك. ويطيب لي في هذه المناسبة أن أتقدم بتحية إعزاز وتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتشريفه ورعايته الكريمة لهذا الحدث الهام، والذي ينعقد بدر التاج مصر وفخرها العاصمة الإدارية الجديدة في توقيت يواكب ظروفا استثنائية عالمية تحتاج إلى رؤية جديدة للتعامل مع التحديات الراهنة. فما لبث العالم أن بدأ في خطوات التعافي من جائحة كوفيد-19 حتى أطلت الأزمة الروسية الأوكرانية بتداعياتها على دول العالم ولتزداد وطأتها على الدول القارة الإفريقية. فخامة السيد رئيس الجمهورية الحضور الكريم يتابع العالم أجمع باهتمام بالغ، خاصة السلطات المالية والنقدية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، الأحداث المتلاحقة التي كانت وما زالت بمثابة الصدمات القوية لمعظم اقتصادات العالم، حتى العالم النامي والدول المتقدمة التي نراها تعاني حاليا من مشاكل وتحديات جسيمة في نسب التنمية وتهديدات التضخم. أما على مستوى دول القارة الأفريقية فهي تعاني أساسا من عديد من المشكلات والأعباء الداخلية، والتي زادت وطأتها بطبيعة الحال مع تداعيات تلك الصدمات الخارجية. فلقد تحملت حكومات الدول الأفريقية ومؤسسة التمويل الإقليمية أعباء توجيه جزء كبير من ميزانيتها وبرامجها التمويلية لتوفير الإمكانات اللازمة لشراء اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19. من جهة أخرى، اقترض بانتشار ذلك الفيروس أن اتجهت دول العالم نحو فرض قيود على السفر وانتقال الأفراد، وهو الأمر الذي أثقل كاهل اقتصادات الدول الإفريقية، خاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد من الخارج أو التي تعول كثيرا على الموارد من قطاع السياحة. ولم تكاد تمر تداعيات أزمة ذلك الوباء وظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي منها حتى تزامنت معها مشكلة تزايد الضغوط التضخمية العالمية خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية، وذلك نتيجة ما ألقته الاضطرابات الجيوسياسية من ظلال قائمة على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى اقتصاد الدول الإفريقية بوجه خاص. ولقد أدت تلك الاضطرابات إلى تصاعد ملحوظ في أسعار الطاقة أيضا، فضلا عن اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن ارتفاعات ضخمة، الأمر الذي فاقم من انعكاسات زيادة الضغوط التضخمية على كافة الاقتصادات المتقدمة والنامية والأسواق الناشئة وشعوبها. ومما لا شك فيه أن تلك الاضطرابات الجيوسياسية تمثل اختبارا لصلابة النظام المالي العالمي بشكل عام في ظل أجواء عدم اليقين التي تسيطر على التوقعات بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع أن تفضي تلك الاضطرابات إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم والارتفاع الحاد في مستويات المخاطر بمختلف أشكالها، ومما يزيد بما يزيد من صعوبة المهمة الملقاة على كاهل السلطات النقدية والمالية بالدول الإفريقية بوجه خاص فيما يتعلق بالمفاضلة بين السياسات.
وإذا تضافر تلك الضغوطات فإن الأمر يفرض على صانعي السياسات اتخاذ إجراءات حاسمة لكبح جماح التضخم المتزايد ومعالجة نقاط الضعف المالية مع تجنب التجديد غير المنظم للأوضاع المالية التي من شأنها أن تهدد إمكانيات التعافي الاقتصادي والتشغيل بعد انحسار وباء كوفيد، خاصة مع محدودية الحيز المالي للحكومات بعد الجائحة. على الجانب الآخر فإن تلك التحديات المستحدثة والمتعاقبة أفضت إلى تزايد إدراك المؤسسات المالية بالمسؤوليات الاجتماعية الملقاة على عاتقها، وهو الأمر الذي ضاعف من توجهات تلك المؤسسات نحو تبني السياسات والآليات الكفيلة بفتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل والسيطرة على التضخم، فضلا عن تعزيز قدرات المجتمعات في مواجهة المتغيرات والمشكلات من شأنها أن تعيق جهود إرسال التنمية والرفاه وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى مستوى جمهورية مصر العربية فلم نكن بمعزل عن تلك التطورات، ولا يمكن أن ننكر أننا قد تأثرنا بتداعياتها، ولكننا قادرين بإذن الله على تجاوزها والعبور إلى آفاق مستقرة بفضل إيجابيات برامج الإصلاح والسياسات الرشيدة التي تم انتهاجها من جانب الخبرات والكفاءات الوطنية المتميزة. ولقد استطاع البنك المركزي بالعمل مع الحكومة ومع البنوك المصرية على مواجهة هذه الحالة الاستثنائية من خلال اتخاذ تدابير غير مسبوقة، وذلك لتوفير مستويات مرتفعة من السيولة النقدية لكافة الأطراف المتعاملة في الاقتصاد سواء أفراد أو شركات، مما أدى إلى حماية فرص العمل الموجودة وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات الأساسية للمجتمع، والحيلولة بكل السبل المتاحة دون انعكاس الآثار السلبية غير العادية على الأسواق والمواطنين. وفي واقع الأمر فإن التحديات لم تكن بالأمر الهين أو اليسير، ولكن بتضافر الجهود والخبرات المصرفية المتميزة والتعاون مع الحكومة المصرية ودعم قيادة الدولة في اتخاذ القرارات الهامة، تعمل جميعا في تناغم وتعاون ضمن منظومة محكمة لتحقيق أهداف السياسة النقدية وإشراف ومتابعة دقيقة من البنك المركزي الذي يحرص دائما على تعزيز روح الجرأة في اتخاذ القرار المبني على موضوعية المنطلقات والمعطيات العلمية وفقا لرؤية واستراتيجية الدولة المصرية. وأود بهذه المناسبة أشيد بأداء مؤسستنا المصرفية والمالية التي أدت التكليفات المنوطة بها بكل كفاءة واقتدار لتثبت مكانها ومكانتها في عصر الرقمنة، واضعة على رأس أولوياتها تعزيز الشمول المالي ومبادراته لتمكين جميع فئات المجتمع من الخدمات المصرفية. وبالفعل تولى الجهاز المصرفي تلك المهمة بكل إخلاص وتفاني لتحقيق رؤية القيادة السياسية وما تصبو إليه من طموحات تجاه هذا الوطن، فقد عهدنا على أنفسنا أن نواكب سرعة تنفيذ هذه الأمال والطموحات لتكون واقعا ملموسا لتعويض الكثير من الإنجازات التي يربو إليها المواطن المصري تحقيق حياة أفضل، متخذين من تلك نهجا محفزا للطاقات والإمكانات التي يصغر بها الاقتصاد المصري. وحقيقة إن التضحيات التي قام بها الجهاز المصرفي والتي قام بها العاملون به وفي خلال أزمة كورونا وفقدان أكثر من 250 روحا شهداء من أجل خدمة المواطن والمواطنين في هذه الظروف لو مثل أعلى لما كان يحدث في قطاعات كثيرة من الدولة مثل قطاع الصحة إلى آخره. إن البنك المركزي يثمن غاليا الدور الإقليمي لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي الذي يعد أحد الركائز الرئيسية لدفع مسيرة التنمية في أفريقيا والدعم الأساسي لها لما يقوم به من توفير التمويل اللازم، وانطلاقا من الأهمية التي توليها مصر للقضايا الإفريقية والنظر في الإمكانات المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة للقارة، فقد ارتأت القيادة السياسية المصرية
أهمية المتابعة الحثيثة لأعمال بنك التصدير والاستيراد ومبادراته ودعمه بكل الاحتياجات المالية وضخ الأموال في رؤوس أموال البنك الأفريقي. في الختام أحب الترحيب بحضراتكم مرة أخرى على أرضنا بلدنا مصر وفي العاصمة الإدارية الجديدة التي تبنى بسواعد أبناء من المصريين الذين لم يدخروا جهدا في رفعة بلدهم وتحقيق التقدم والتنمية في ظل قيادة حكيمة ووطنية ترعى مصالح شعبها وتضع نصب أعينها أن تحقق له الرعاية والأمن والاستقرار ورفع مستويات معيشته بما يليق بمكانته وبتاريخه على مر العصور، واضعة على رأس أولوياتها تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق التقدم والازدهار لجميع الدول الإفريقية. وشكرا جزيلا سيادة الرئيس، شكرا سيادة الحضور.